كبنية تحتية للدولة المستقبلية نستطيع أن نحقق الاستقلال والحرية والمساواة في مجتمعنا. وشكراً لكم جميعاً على حضوركم واستماعكم، وشكراً على لبيتا والشركات المساهمة والداعمة على هذه الدعوة الكريمة، ونتمنى لكم بإذن الله مداولات ناجحة في هذا المؤتمر. نوفر البيئة المواتية للمبادرين والمبادرات والمبدعين وداعم فلسطينيات الشباب لكي يؤخذ هذا الحلم أو هذه الفكرة إلى خطوات متقدمة إلى الأمام. واعد متقدم وله الكثير ما يقدم، طبعاً بوجود الراعين كاملة والشركاء من خلال كاملين، من خلال وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، من خلال بيتا اللي هي أيضاً شريك رئيسي في تطوير هذا القطاع، من خلال كل الشركات الموجودة سواء منافسة أو شريكة، كلنا في خدمة هذا القطاع وتقدم هذا القطاع بإذن الله.